Have a great day. أريد أن أقول عندما نقول عن أردوغان بأنه لص سرق المصانع والمعامل سرق القمح سرق النفط بالتعاون مع داعش والآن يسرق الأرقام هذا العنوان ولكن نجي اليوم إلى إدلب ترخص لها بكل طيب خاطر. زعيم جماعة داعش الوهابية أبو إبراهيم الهاشمي القريشي مستبعد عن ساحة المعركة. أعلن تحييده عن الميدان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن خلال عملية نفذت شمال غرب سوريا في بلدة أطمة بريف محافظة إدلب. فجر الخميس وتحت إشرافي نجحت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا في تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا وجعل العالم مكانا أكثر أمانا. زعيم داعش أشرف على العمليات في مختلف أنحاء العالم وآخرها في سجن شمال شرق سوريا. هذه العملية شهادة على قدرة الولايات المتحدة على الوصول إلى أي موقع يشكل مصدر تهديد. الهدف الإرهابي فجر نفسه بقنبلة قتلته وأفراد عائلته بينهم نساء وأطفال داخل منزله الواقع في بلدة أطمة خلال عملية على شاكلة تلك التي نفذت في تشرين الأول أكتوبر عام 2019 وأفضت إلى مقتل زعيم الجماعة المتطرفة السابق أبو بكر البغدادي وذلك حسب ما أكد مسؤول في البيت الأبيض. هذه العملية عاد منها كل الأمريكيين بسلام كما يؤكد بايدن إلا أنها خلفت حسب ما أحصى المرصد المعارض 13 قتيلا على الأقل بينهم 4 أطفال و3 نساء قضوا خلال العملية التي استمرت لأكثر من ساعتين وتخللها إطلاق رصاص واشتباكات. وتثير الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة في سوريا والعراق المجاور بين الحين والآخر انتقادات واسعة لتسببها في مقتل وإصابة مدنيين. وأفاد مسؤول أمريكي بأنه لا يمكن الإفصاح الآن إذا ما كان هناك جثامين أخذت من موقع العملية. وفي تفاصيل الحادثة ذكر أيضا أن القوات الأمريكية قامت بتفجير مروحية تعرضت لعطب أثناء عملية الإنزال الجوي. وتضم منطقة أطمة حيث تم الإنزال الأمريكي العديد من مخيمات النازحين المكتظة. أخرى يحرز السوريون النصر في مسيرتهم لأن الشمس تحزن إذا لم تلامس بخديها سماء الشام وتأبى إلا أن تنثر شعاعها الذهبي على سوريا الأبية ليسمو السوريون بوطنهم رغم أنف الحاقدين حاقدون على سوريا فقط لأنها عربية الهوى والنسيم أصيلة لا تحيد بوصلتها عن القدس.